أكد الدكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة ورئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، أكد أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية والمبادرة إلى أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا دعما للحملة الوطنية للتطعيم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل الصياد. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. إذن ما أهم ما تود أن تسلط الضوء عليه خلال المرحلة الحالية والمقبلة في ضوء سريان المستوى الأصفر للإشارة الضوئية لفيروس كورونا في البحرين؟ مساء الخير. مساء الخير للجميع. طبعا نحن في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل الفريق الوطني انتقلنا إلى مرحلة الأصفر، وهذا بهدف وقاية المجتمع من انتشار المرض. يمكن الكل يعرف أن هناك زيادة في عدد الحالات في الدول كثيرة منها الدول الأوروبية ودول قريبة بسبب انتشار متحور الأوميكرون. احنا هنا في البحرين دائما ناخذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه بصوره علميه وسريعه. يمكن من اهم الاجراءات اللي يجب الجميع نحث الجميع على الالتزام فيها هي الاجراءات المعتاده اللي الكل يعرفها، هي لبس الكمام، غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، ومحاولة تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك طبعا أخذ التطعيم، وأخذ التطعيم لمن لم يأخذ التطعيم، وأخذ الجرعة المنشطة. يمكن الجميع قرأ وشاف أن الجرعة المنشطة لها تأثير كبير حتى على المتحور الجديد أوميكرون، فإحنا نحث الجميع لمن أخذ التطعيمات يأخذ الجرعة المنشطة، ولمن لم يأخذ التطعيم حتى الآن المبادرة لأخذ التطعيمات. نعم، شكرا لك دكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة ورئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.